لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا الخطر الخطر قادم ولكن خلاص الظبي فازت بناموس هذا الشوط حققت الانجاز في اول اشواط الانتاج والمنتجين سلام يا بن سفران سلام مسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري ينتزع المركز الاول ويحقق هذا الناموس الغالي مسفر بن سفران المري تستاهل فوز الظبي وانتزاعها واختطافها للشوط الانتاج الشوط اللي اليوم زحمه تستاهل خير الله يجزاك خير ويطول عمرك مش سلالة الظبي والله سلالة الظبي طال عمرك سلالة سحجن عندنا مغيمة حياة شيبان الله يرحمهم ويسكنهم الجنة مسماهم معروف لدي مجلس التعاون كلهم والبدو البدو كلهم هل عارفينها هي سلالة قديمة يطلق عليها اسم المرية طال عمرك أكيد سلالة معروفة يا أبو علي وأبو البكرة وش أبو البكرة المرية طال عمرك نعم طال عمرك هجن ولا محلي لا لا في هو محلي لكن هي فيها نسبة تهجين شيء بسيط نعم ومن الأم من الأم بعد من المريات طال عمرك فيها نسبة تهجين نعم بشر اليوم عن مشاركة الشعار بشكل عام كيف شفناكم أخذتوا شوط رئيسي باقي الشعار اليوم ويوم الأمس والله طال عمرك الشعار احنا ما نستغرب سبقته اليوم وظهرته لأنه هو للسبقات ماضية طال عمرك وله رموز يشلها فما ما نستغرب سبقته في السباق هذا كيف كانت المشاركة مشاركة جيدة جدا طال عمرك متوقعين هذه المشاركة يعني والسباق المحلي الثاني والإقبال عليه والمنافسة فيه كيف شافها أبو علي؟ والله كلها الحمد لله طيبة ومشرفة كلها ومرضيتنا الله يسلمك نعم ناموس الإنتاج أبو علي شو يعني لك؟ والله وصلت النقطة اللي تحس في الخاطر هذا الإنتاج طال عمرك له قيمة عندنا وفعلا أنا ما عندي إلا الإنتاج هو اللي يسبق عندي وهو اللي أنا أدخل في الميادين وأدخل في الرموز الحساسة هي الإنتاج يعني ترفعها من أشواط الإنتاج إلى أشواط مفتوح إي نعم 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 يعني هي أفضل ما عندي لو شريت أنا مثلا بثلاثة مليون بأربعة مليون مطالعة سابقة هي اللي عند المريات هي أفضل منها بيض الله وجهك أبو علي الفوز والناموس لمن تهدي والله أولا أهديه لسمو الأمير الوالد وبعدين الأمير ولا يؤاخذني الأمير يوم أهديت الناموس الوالد الوالد أبونا وكل ما نملك وكل ما نسوي وكل ما نحوز عليه من الأمور الطيبة مهداة له سابقا الأمير الوالد وبعده الأمير الله يطول عمره ولدنا واخونا والله يرحم والديه ويجزاه خير بيض الله وجهك ابو علي شكرا جزيلا على اجر المقام لا شكر على واجب وهذا واجب علينا واسمحوا لنا لو قصرنا في بعض الكلام يك سر بيض الله وجهك شكرا حياك الله شوميلة